آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا كلنا هنا كستاف بنشتغل لخدمة الطلاب. بالنسبة لكلاسيرا لازم الطالب يحضر، يعني احنا عندنا 4 ايقونات موجودين لكل طالب كل يوم. الايقونة الاولانية انه هو حاضر اللي هو بي اللي هي بريزنت. الايقونة التانية اللي هي ال معناها ليت، يعني اللي هيفتح اللابتوب او يفتح الكمبيوتر متأخر يبقى هيكتب له تأخير. وبعدين عندنا E اللي هي excused، وعندنا A اللي هي absent. يعني لازم الطالب، طب أنا ممكن الطالب يفتح كلاسيرا وما يتفاعلش مع المعلم، يبقى في الحالة دي هيتكتب إنه هو لم يتفاعل، يعني حاضر ممكن يكون كيف السبيل. أنت بالتحدي تصنع المستحيل.